ملامح غير معتادة لمبنى ينشأ حديثاً. أحجار من الطين المضغوط ترصها أيدٍ شابة مشكلة أقواساً على طراز أزمنة مضت. هكذا أراد مصممو سوق شعبي في رفح جنوبية قطاع غزة أن يكون، مستفيدين من تجارب سابقة يوم اضطر الفلسطينيون للبناء بالطين حين منع دخول الإسمنت للقطاع. في ذروة حصار كان لا يوجد مواد إسمنتية، مواد بناء يمكن دخولها من المعابر، فلجأنا إلى فكرة إنتاج طوب من المواد المحلية وإنتاج نماذج لهذا النوع من المقاوي. وتبنت هذا الفكرة منظمة العمل الدولية والأونروا في إنشاء عدد كبير من المساكن، أكثر من 60 مسكن. وبناء على الميزات لهذا النوع من البناء قررنا أنه نكرر هذه التجربة. هذه الميزات تتمثل في ميزات بيئية وخواص عزل حراري، قليلة التكاليف نسبيا مقارنة بباقي أنواع أنماط البناء. بجانب اعتبارات بيئية ثمة غاية ثقافية، فهيئة المبنى تحاكي العمارة الفلسطينية القديمة. من كومة الطين تصنع اللبنة الأساس للمبنى، آلة لا تحتاج كهرباء ولا وقود لتشغيلها، تنتج حجرا يقول العمال إنه صديق للبيئة. ما فيها أضرار زي الإسمنت العادي، ولا فيها كمان يعني حتى الملابس كمان ما بتتوسخ زي الإسمنت العادي، وما بتشوفش يعني لا فيها خطورة ولا فيها شغلات يعني اللي تعرض نفسك للخطر فيها. شغل طبيعي سهل جدا. سيستغرق بناء السوق بضعة أسابيع لإتمامه، لكنه من اليوم بدأ جذب الأنظار. هو عمل ربما يجعل من السوق تحفة معمارية ومن التسوق متعة للناظرين في مبنى نقي من مواد بناء هي اليوم محل اتهام في جودتها البيئية. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.